السلام عليكم الاخوان، نتمنى تكونوا كامل على خير وبخير. كما كتشاهدوا هذه البلايصه اللي كيتسخن فيها السكن كما كتشاهدوا معنا، انا كنشوفوا العمليه كيفاش كتسمى ان شاء الله مع الدراري. تحيه لخويا، تحيه لخويا، الله يعاون. هو العمليه ديالها. يلا نمشيو دابا نشوفو كيفاش خرج لينا. يلا سيد اخويا، يلا اخويا نشوفو دابا. غتشوفو ان شاء الله هانتوما الخوت. دابا هذا مطحون، تبن مطحون، هذا ديال الفول، ديال الفول. هانتوما الخوت، هذا تبن مطحون ديال الفول. هذا تبن، وشوفوا هذا تبن، هذا تبن مطحون، وهذاك الفول مطحون. وعلاش كيطحنوها سعيد اخويا؟ كيتخلط البهيم، كيتخلط البهيم. ها هي دابا، هذا هو من هنا كتخرج هي، من هنا كيخرج اللون، هذا كيتسمى السيلون. هذا الخوت دابا التبن كيتطحن من الهيم الماكينه، وكيجي لهنا، من هنا كيبدا يعمر في الحناشيه كالدراري. سير ورينا اخويا العملية كيفاش كتسمى ديال كما كتشاهدوا معنا الاخوان. من بعد ما دفع البلاط ديال التبن في الماكينة، انتوما كتشوفوا هنا معنا العملية كيفاش كتسم. الله يعاون اخويا، الله يجيب تيسير، الله يجيب تيسير. السلام عليكم. وانتم الاخوان كيفاش كتسم العملية كما كتشاهدوا معنا، هذا راه مشى عام وجا تبارك الله. ها انتم الخوت كيركبوا ليه الرتاع ديالو باش يشد بلايصتو.
كيديو بالواحد الواحد يعوم. تبارك الله، انتم الخير خويا، تبارك الله في المستوى. عاود اخر عاوتاني عاد جاوا كما كتشاهدوا، ها هو مشى عام تبارك الله عاد جا خويا. لاد ديال الصربت مقدم بوس لها من العمري تبارك الله. اجي ولد العمل خويا في المستوى تبارك الله، شو الخير تبارك الله. الناس مهليه، واخا هاد العامين داز قاصحه ديال الجفاف وديال هاد كورونا هادي، كتشوف تبارك الله هاد المستوى اللي وصلوا ليه هاد الخيل تبارك الله. الناس مهليه كما قلنا لكم، صربت المقدم بوس لها من العمري. شوف تبارك الله الخير خويلات تبارك الله تبارك الله. السلامه للجميع ان شاء الله. تحية لكم الخوت. الله يشيك. ها؟ سوبر فلوك شوفوا. تحياتي لكم. وعطينا التحية اخويا. تحية لزايد. مرحبا. الله يحفظك المرضي. وتحية لكاع البردية اللي كيسهروا على إحياء هاد التراث الخوت. قالك واحد الواحد كان خماس ودور عليه زاد المافر صغوب ولا مدور حلق حلق والجماعة كتجمع عارفينو راه كان درويش ما كيعقبتوش عليه. واحد النهار واش خلا متى تجمعو ويمشي عندهم، قال لي ماك ما كتغوتوش عليا وانا مزبون انا وقفت انا عندي العود وعندي هذا. قالوا بدي ما انت باقي ما عندكش العود وهذا غوتو لك. قالوا لي قال لي لا انا شي الموسم الفلاني الثاني غادي يعمر انا نعمرو انا نكون فيه وندير فيه وندير وندير. قالوا لي واخا صيفطوا. قالوا صافي نوض سير بحال هكا فرقتوا الناس الغد. صيفطوا لي واحد الواحد من الجماعه واحد شلاهبي بحالي بحالك ايه قياس الخيل تقريبا زين. قال لي حق عدو قال لي ها شوف غوت عليه سيد الحاج. قال لي الان قال لي البارح فكرت هذيك الجماعه قالوا عابوه في الجهه وابوه ما كانش عندوش زادها لي. اش قالوا لي؟ قالوا لي امس شكروك الجماعه. شكروك الجماعه؟ عابوه في الشجاعه. عابوه في الشجاعه؟ اي سمعه هو ولا يحضر ويصفر ومشى سطاه في العشيه وداروا به الرميديه ويشري العود. ايه قالوا لي ها العود جابوه لي. قال لي ناض بدا يقلب داز الرميدي ونغزو العود فيه عينيه كيخزو رجليه مناخرو كيقبزو. قال هذا عود حر الراجل حيت فلس جبد فلوسه وخلص وتم جايب الحنسور جايب جدة في النظر جايب العود الشقار جايب جدة في النظر جاب الحنسور دوزو ربطو جاب العود دوزو ربطو جاو حبابوه لو يشوفو. داك اللي ما كيحبوش يقول لي العود الشقار يبرد القدايد ما كاسوش حتى القايد وخاتا الثمن فيه زايد. واللي عزيز عليه ما يدوش معاه هو يعني. يمشي عند الناس اللي كيشكروه اللي يدمو ما عنده ما يدير به. اي زين نهار نهار حق الموسم قال لك هذا دا العود ودا الخزاين دا الزفزانه ودا الخزاين وصافي ودا العود دا الصربه ديالو. دابا دا 40,000 عام قارج والمصروف الرقيق خارج. دا 40,000 عام قارج. دا 40,000 عام قارج والمصروف الرقيق خارج بالك مالو قدر والنيكل خارج. ايه نعم زيد دار مسخرين سبعه ودوك اللي كيعمروا. واحد النهار ويجي جا المقدم جاو مقدمين كيعلموا القبيله انتم تحضروا غدا في البيروت تحضروا. جاب لي خلاص ديال اسمه ديال كنقولوا حنا كما قلنا قبيله ديال الترتيب زيد. الراجل اسيدي عطاو نفايلو قراهم مناش من بلاصته. كرم لي السبول. ايه زيد قال لك اسيدي جا ملي طاو نفايلو قراهم جاب حالاته جاب الحنسور قيدو جاب العود الشكر طلقوا ظهروا يجري بالدبر طلقوا عيك اشكر زعما ياكلها بغلل كاين شيء والو كاين حتى وحده ما كاينه حتى وحده. ايه دار تتبعوا خمسه من الدراري الصباح بصباح بالكاريان كاري يهرس الحجر صافي. هذا دابا اللي ما كيعرفش يسير راسه
ما عارفش عقب اللور. ايه لا نعطيك الله واحد الخبيزه شده وسقل. وستر ما استر الله. طم على ما فيك. الله يرحم الوالدين. ابقى غادي في ديك التهمه الاولى. حويطه حويطه. خطوه خطوه تتلحق.